كيف بدي أعمل شغل عن politics وعن social issues in isolation؟ يعني لازم أعيش in the middle of the storm. اسمي آية حيدر، فنانة لبنانية، بشتغل على كتير قصص، أكتر شيء تطريز وأعمال يدوية. أنا ربيانة هون بلندن ودرست هون بلندن. الناس بيقولوا أوكي ناس بيعيشوا بالحرب، بس شو يعني؟ يعني day to day كيف بيعيشوا بالحرب؟ لما يكون في تفجيرات برا، جدي كان يقلن يلبسوا طناجر على راسهم، يناموا تحت التخوتة، لأنه إذا وقع السقف التخت بيحميهم. هو كل الترومات الحرب عم طرزهم. نقعدوا عن جد يعني استقبلوني كأني يعني بنتهم، وتعلمت عن قصصهم وعرفت أساميهم، وولادنا يلعبوا سوا. قصصهم كتير كتير تقيلة. اجوا بالبوتس واجوا إليجلي، في منهم مشيوا من اليونان لألمانيا. هالقصص طرستهم على كعوب الأحذية. ما بكب شيء، أنا ما بكب شيء، كل شيء برجع بشتغل عليه وبعمل شيء جديد فيه. وهيدا الشيء كمان بدي أعلمه لأولادي، إنه مش بس هيك يلا منشتري ومنكب. في كتير ناس بالدنيا ما عندهم هاللكشري. بعد الحرب أهلي تركوا سنة 82، أنا رجعت على البيت بعد 30 سنة ولقيت البيت مثل ما هو، وجبت هالغراض معي. هيك هاي للكوسة، كل شيء، معالق، سكاكين، فرشاية شعر، كل شيء. هول بخبيهم حدي لأنه كمان بيخبروا قصة. هول يعني inspiration لألي. All my inspiration is rooted in the Middle East. All of it. برأيي إنه الفن is the only way to challenge. لأنه الفن it infiltrates. It comes through the pockets, the cracks that society has. For me, protest to policy to activism, وهيدا, all these things are separate. Art is, it creates an emotive trigger for people to be able to make long-lasting change.